اوكي جايز، قبل ما نكمل الفيديو خليني بس اعرفكم على موسى. جايز موسى انا من معجبينه، منزل غنية اسمها سنارة، يمكن بغنيها 24 ساعة بيومي. اليوم انا ماني طالعة من هون لحتى تغني لي اياها لايف. عيوني ليكي وكل محبينك، غني لك انهي مقطع تحبي. لما تبلش سنارة عيونه دي مكارة. ماشي. سنارة صدني عيونه دي مكارة، عجبني وحش الإثارة، هشتبك معاه اوعوا ده طلقة ولبسه على الموضة، هيتقل كده ليلته سودة. ايه ده بس ده؟ كانت الغنية بتجنن. للناس اللي بدي تسمعها الرابط حيكون تحت بصندوق الوصف، روحوا كلياتكم اسمعوا الغنية بتجنن، كلياتكم روحوا عملوا سبسكرايب، اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى ما تفوتوا كل الأغاني اللي حينزلها. وبس أنا بدي أقول ثانك يو موسى، كثير انبسطت فيه. خلونا نكمل الفيديو، ليتس جو. كيفكن حبايبي؟ ان شاء الله تكونوا تمام. رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم رح يكون من السلسلة اللي انتو كتير بتحبوها، واللي هي اني اشتغل شيء ليوم كامل. اليوم اللي حوالي هنا نختاروا لي شغلي، لانه اتصالات اليوم والمكالمات اللي اجتني اليوم والناس اللي دخلت على بيتي اليوم، ما بعرف ليش مفكرين انه انا فيني اقدر حل لهم مشاكلهم. يعني انا شو بيسان كان عنده مشكلة؟ يلا سكوت. شيرين كانت عم تعاني. I had a fight with papi. شيرو كان عم بيحني. صوت الورق. لا لا. فاللي صار بسببهم قررت اني اشتغل دكتورة نفسية ليوم كامل. ما بعرف ليش انا قررت تصير اليوم دكتورة نفسية ليوم كامل، مع انه انا نفسي بحاجة لدكتور نفسي ليساعدني بحياتي. فان شاء الله يا رب اليوم اقدر حل مشاكل الناس اللي حتجي لعندي، واكيد اذا حيشوفوني بهالمنظر ما حيقدروا يقتنعوا بقراراتي وبآرائي عن مشاكلهم. لهيك لازم اغير لبسي بعد. واحد اثنين ثلاثة. الله ماما بنتك صارت دكتورة. قبل شو الفيديو حطوا لايك، شاركوا القناة وفعلوا الجرس حتى تنحل كل مشاكلكم بحياتكم. هلا بدنا نقول خلونا نبلش الفيديو، ليتس جو. هاي معكم الدكتورة نارين عمارة بيوتي، واهلا وسهلا فيكم بمكتبي الجديد. تفضل. المتواضع لإلي وللمرضى. عندي هذا الكرسي اللي هو لإلي لما بيجوا مرضى يقعد هيك. هون عنا كرسي المرضى اللي وهي الأرقعة شايفينها هون. هاي يعني تعرفوني نقلة جديدة على المكتب، فلسه ما زبطت الديكوريشن. هاي مشان التوقيت لأنه ما عنا كتير وقت، الزباين مقتلة بعض قصد المرضى. هون عنا ساعة تايمر، وبس أتوقع صار فينا نستقبل أول مرضانا. ليتس جو. خلص بكفي. يلا سكوت. ابعد، انا اللي دفعت مصاري. انا عاجب وخلص مني. بسم الله على انا اللي دفعت المصاري، انا اتصلت مع العيال. الموعد ببلاش، تفضلوا ما في داعي تتخانقوا. خلنا على النبي. ابعدي عني. بريده نفسيه كرسي الدكتوره. هذا كرسي الدكتوره. هذا كرسي الدكتوره. لا هذا كرسي الدكتوره. انا المفروض كنت استلمك بس انت، بس اجيتوا كابل. بدي اعالجها مريضه مريضه. انت بدك تعالج حبيبي. بدي ننتبه على كلامنا مشان مشاعر الاخرين. هو بضل يحكي مع بنات على سناب شات. كيف بنات؟ بنت واحده بس اللي بحكي معها غيرها. بنت واحده. طب مو بنات الشرح على الاربعه، انا بحكي مع تنتين. معك حق هيك. اوكي شوي شوي مشان ما ندخل مواضيع بعض. اسمك؟ انا اسمي انس، بس لما تعرفت عليها شيبت، صرت مش طبيعيه. معنا ساعة لنحل اموركم كلياتكم. اوكي شو مشكلتكم بالضبط انا شو بيسان؟ دكتورة مشكلتي انه هذا الانسان خاين. يعني عيب شو معك؟ دكتورة انت بالعادة بتحكي مع مجنون. لما دخلت على الغرفة ما توقعتك خاين. كمل. بيحكي مع بنات؟ بيحكي مع بنات على سناب شات وبضل يضربني. كيف بدي احكي انا؟ يلا انس. هاي البنت مجنونة. دكتورة ما بسمح لك تحكي علي بنت مجنونة. لو سمحتي سكتيها دكتورة. دكتورة لو سمحتي سكتيها. خلص تفضل. لو سمحتي من النوعية اللي بتنسى كثير، يعني بحكي لها شغلات كثير مهمة بالشغل، بتنسى اسمها نسيته وراح تعمل لك تاتو باسمها عشان تتذكره. انا حاوصف لك دواء. قد ايه صار لكم سوا؟ صرنا مع بعض 14 ساعة، مش طبيعي الوضع. شو عم تحاول تعمل؟ بتطلع من رجليها حرارة. لك شو عم تعمل؟ معلش معلش دكتورة صارت بدك علاج. ان شاء الله دكتورة. انا حساعدك والله ما بتطلع من ولا لا. مشكلته معك انه هو خاين وبيحكي
مع بنت بتطلع من هون بلكي البنت عملت بتروح البنت ببطل خاين. المشكله الثانيه انه عنيف عنيف جدا. انت سمكي لبس تمام مش حابب او بخصوص عصبيته ما تعصبي وبخصوص ان هي بتعض صح بتعض كثير شو كلبه شايفتيني عضتها اقوى من كلب الهاسكي مره ثانيه اوكي البس الكفوف اللي قلفتك شوفي تعالي تعالي اعطيني ايدك اعطيني ايدك حط ايديكم فوق بعض دكتوره باخذ حرارة خلاص انت معلش دي منكم تخمتوا عيناتكم دي منكم تتخيلوا حالكم انه انتوا على البحر سامعين صوت الموج صوت العصافير قاعدين عم تعملوا بيكنيك حابين بعض حدوا معي العشرة واحد تن واو واو نساء احنا وين شوي دكتورة شو يا مجنونة انت بتعالجينا على الجحالة نساء هاي دكتورة مع السلامة بتشوفك حل عنا جاي نشوف حبوا بعد اوكي روح حل عنا يلا باي باي حبوا بعد باي مع السلامة باي باي روح على رسمة لا تو ماتش اللي بعده اهلا وسهلا تفضل تفضل اخي حالته صعبه لا حطهم للتمرين لا دكتوره هذا اللي قبلك كان اسمه انس الشايب طلع خاين بيحكي مع بنات وعنيف وعصبي حبيبته بتاكل 20 وجبه باليوم الله يعينه يا حرام وبعضوا بعض شفتي خلص لا 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 اوكي سامي شو مشكلتك بدي اروح على دكتور تجميل واهلي ما بخلوني لهيك عامل شعراتك شقر لا لك عشان يجمل لي حياتي اوكي سامي اوكي سامي طب مشكلة تانية شو المشكلة التانية بدي اروح على دكتور فيلر مشان شو عشان يعبي لي فراغات حياتي عندك؟ لا خلصوا النكت؟ حياتي نكتة صارت حياتي صارت نكتة عندي مشكلة تانية كمان انه اي شيء انا بعمله بحياتي اوكي اي شيء انت بتعمله بحياتك ما بكمله انا مثلا اليوم فقت من النوم كان بدي اروح كمان امبارح بالامتحان كمان جاني سؤال لا ما مو معقول دكتورة قلي معلش اخذ عطلة من الشغل مشان شو؟ مشان الله انت حاسس بس انا اتوقع حلينا لك مشاكلك ملينا الفراغات حتاخذ عطلة من الشغل عن جد؟ ايه خلصنا؟ حلت المشاكل؟ لا استحنا فيك فؤاد تفضل معي كملها كملها اجا سامي باي باي تبع حالك الله يملي فراغاتك الله معك نيكست يا رب يا كريم اهلا وسهلا مرحبا دكتورة نارين دكتورة نارين تفضلي لأن أنا ما جيت على المكان الغلط لا لا تفضلي المكتب جديد لتواخذينا جديد ناقلين على المكتب حتى قاعدين على الكرسي ايه شوفي بيعمل حركات بتعملي هيك بتعملي هيك في عندك محل للباج الباج انبلع عندنا محل للباج اوه هاي ادجستبل يا اوكي شو اسمك انا ايه سمر سمر شو مشكلتك صراحة وين فيني بلش انا ما بعرف I had a fight with Poppy with Poppy yeah. you had a fight with Poppy yes خنقنا ما كنت متوقعة هيك تقلب oh my god شو صار مع بابي جرحك حكالك شيء جرح مشاعرك معلش take your time بس مشان الوقت حتدفع مصاري اكسترا مشانك مستحيل انا جاي بلوي فيتون oh, عم تحكي لي عن الماني I know اخر همك شكله اخر همي بس ليش تخنقتي انت وبابي خلينا نبلش من هون بصراحه كنت بالبيت وصلت دليفري قام بعدين فوت البابي مع انه انا وصلت له دليفري له كمان بس دخل معصب وبعدين فتح الدليفري بلشنا ناكل قام فتنا بحديث الحيوانات فبعدين قعدنا نتخانق اذا سلاحف هن شاب ولا بنت ولا هيك يعني ما توقعت يفكرني It's okay. It's honey.
It's okay. شيء كثير طبيعي تصير فايتس. عندي مثل هالشيء ثاني. مثل عندي منه. أنا بدي منك تروحي على البيت بتقولي له أنا بتفهم. لا بدك تقولي له أنا بتفهم رأيك. بصراحة أنا ما بعرف لأي بيت روح لأنه في عنا شيء 3-4 بيوت. عن جد هاي مشكلة كثير كبيرة ها. مع إنه آخر همي. I know. I know I know I know إنه آخر همك. اسمعيني يا سمر. سمر. أنا بدي منك تتصلي ببابي. مستحيل. بابي عنده شي 10 تليفونات وانا ما بعرف اي رقم وتليفون معه فما فيني ادقله. انا حاتصل لبابي. الو مرحبا بابي فؤاد للفيلرز معي سمر. سمر عم تحكي لي عن السلاحف وعن الموضوع وما عارفه انت باي بيت موجود. ببعث لك اياها تتناقشوا بين بعض وتحلوا المواضيع. انا اشتاق لك بابي. اشتاق لي بابي. طيب يلا ما تخلي بعت لي الفرق. بعت له الشوفير. حابه اشكرك انا ساعدتيني كثير اليوم. ثانك يو. اوكي ليتس جو. يلا باي باي بابي. نيكست It's break it, it's fine. Hi Hello. Doctor. هلا أهلا. Hi. Hello. كده منيح؟ الحين منيح. أنت شو اسم مالك؟ محمد. محمد؟ أهلا وسهلا محمد. أوكي محمد أنت شو أنت ليش هون؟ نشوف أنا بحب واحد بنت بس بخاف بقول. بتروح بتقول بحبك؟ لا بس يعني شوية شاي. شوية شاي. أي أنا بفهم. أنت من وين بتعرف البنت؟ إيه بتشوف واحد مرة. واحد مرة أنت حبيت؟ إيه. إيه. بها ما بعرف أنا بحبك. بعرف ها أغنية. مرة واحدة. إيه. عمري نسيبي ها أغنية بالمخي. أوكي محمد. بس شوف ها بنت يعني شوية مجنون. ليش؟ ما بعرف يعني كل يوم بتحرك كتير و. طيب يعني أنت شفت مرة واحدة بتقول؟ أنت عم تكذب؟ إيه. أوكي شوف أنا عندي يعني. قناة اليوتيوب بس 70% ما بتسوي سبسكرايب وأنا زعل أنا السنة باليوتيوب. ليش ما بيسوي سبسكرايب؟ ما بعرف ممكن ما بحبني أنا كل يوم بتقول جايز متابعين إذا بحب فيديوهاتي اشتراك ما بتسوي اشتراك؟ إيه أنت يمكن ما عم تقول اشتراك صح اسمه اشتراك أنت قول اشتراك اشتراك لا اشتراك 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 هذا درس عربي صار اشتراك اشتراك انت جرب هاي الوصفة اللي وصفت لك اياها وان شاء الله وحل الموضوع حل الموضوع قولها مرة ثانية اشتراك نو دكتور انت دكتور فاشل ها مش حل الموضوع طب انت ليش طب خلص اشتراك انحلت ليش يعني ليش ما عم تقول للبنت انا بحبك ما بعرف بخاف ليش بتخاف ممكن ها بتقول انا ما بحبك نو هي عربي ولا انجليش؟ عربي. الا مرحبا كيفك؟ مشي نروح نشرب قهوة. مرحبا كيفك؟ مشي نروح اشتري قهوة. انا محل بنت بقول لا. مرحبا. مرحبا. بحب تروح قهوة معي؟ لا. هل دكتور فاشل يلا باي. ما في موضوع يلا باي. لا تفضل ما في حدا غطي على راسك انا؟ ايه يلا يلا تفضل هون شو اسمك؟ ابو الجيج شو هو؟ ابو الجيج عقيد حارة الطبل وين هي حارة الطبل موجودة؟ جنب حارة الضبع حارة ابو النار حارة ابو النار بتحبوا لابو النار؟ اخ ما بدي بلش لك لبلش لك اخ ابو جيج انت ليش؟ عقيد بعد اذنك العقيد يا عقيد انت ليش هون؟ صارت مشكلة ابو الاحرى فيك تسميها خناقة خناقة واحد اسمه ابو ساطور بعد ابو ساطور ما بتاخر غدر بنوم فخذ روح حارة الضبع هذا عقيدة واحد عوايني شو يعني عوايني؟ اشرح لي اياها اكثر يعني كان يتعامل مع فرنساوي يا باطل مين هذا اللي كان يتعامل؟ عقيد ابو شهاب عقيد ابو انت ما بتحبه لابو شهاب رو يطلع اشوفه هلا لشرمخه بشبريتي هي سو كيوت بتعرف العقيد ابو شهاب هو صديقي سامر المصري باطل عم امزح عم امزح ابو ساطور تحدى العقيد قدام حارة الضبع كلياتها ابو ساطور قال له اسحب شبريتك انا ابو ساطور ما بتاخذ غدر بنوب من العقيد ابو شاب قال له ما بسحب تعرف ليش فات ابو النار او ماي جاد لانك حريمي مالي ساحي تعرف ليش لانك حريمي لك يا حريمي بس مو هذا ازعجني شو ازعجك ريد عشري صار صف مع حارة الضبع هسه هيك يا شريف شو صار بعدها ابو الشاب علم ابو النار لحد الان ما عم بقدر نام فبدي حل رجاء وصار لي 5 سنين عم دور عليه ما عم لاقيه والله العظيم عندي حسابه على الانستغرام واذا ما رد علي طاري معي ايه خذ هذا حسابه لسامر المصري قال له بعثتني لعندك الدكتوره نارين بيوتي اذا ما بتكبر ما بتصغر وانا قلت لك يا ابو الشاب
يلا يلا خليك طريق يا حمي. سامر المصري اللي عم يشوف هالفيديو. انا اسفه. انا مستحيل. يا رب لخيرك. بسم الله. شوفي ايدي. لك شوفي. لك شوفي. لك شوفي. بدي العقيد ابو الشام. ما رد عليك على اليوم. ما رد ذبحه. ما رد عليك على ما رد على الانستغرام. اوكي جايز.